شنو بغيت نقول؟ الكلمة الأولى اللي بغيت نقول، بغيت نوجه الشكر أكيد للمشاركين في الصفقة ديال تبديل السجناء اللي كانت. أنا رجعت للدار، عندي صحتي مزياني، أهل السعودية درتوني على الراس والعين، شكرا لكم بزاف بزاف، درتو فوق المجهود ديالكم، شكرا لكم بزاف بزاف. الأهل ديالي تا هما باش نقول عاوتاني غنرجع للأهل السعودية، شكرا لكم بزاف. الكلمات ما تقدرش تعبر النيفو ديال داكشي اللي داروا معايا، حاجه اللي خصتني اوف كورس عندي. وبغيت نشكر حتى الجانب الشعب المغربي اللي كان مؤيدني ومؤيد القضيه، شكرا لكم بزاف بزاف. من هذا المنبر عاوتاني غنرد، ديروا الغوشيرش ديالكم في القضيه الاوكرانيه، شوفوا شنو كيطرى تما بصح في اوكرانيا، عفاكم كفاح ديال بنادم في دارو في اوكرانيا كيطرى ليه هذا الشيء. شو بغيت نقول؟ انا رجعت، شكرا لكم بزاف. الاحساس ديالك كنت كتدخل المغرب؟ ما عنديش كلمات، ما توصفش كلمات، ما توصفش. تفكرت كلشي، كسكسو الدار كلشي، تفكرت كلشي تجمع ليا في راسي، واحد احساس ما نقدرش نعبر لك، بزاف الادرينالين، بزاف الافكار، ما نقدرش نعبر لك، واحد الفرحه باللي خرجت وكلشي مزيان. وصافي، شكرا لكم، هيرويم سلاوا. كي جاتك الفرحه ديال المغاربه؟ بزاف بزاف، شكرا لكم بزاف 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 بزاف، بالانجلي اوفرويلمينغ بزاف كاع، شكرا لكم، شكرا لكم منوغا واتشين واتشين منوغا واتشين. دوجي باهاتو لدي دياكوي دوجي دياكوي، شكرا لكم، شكرا لكم بزاف. انا فرحان انا رجعت للمغرب، شكرا لكم بزاف.